وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مبطنة أشار الجمهور إلى أنها موجهة إلى طليقها طارق العريان بعد طلاقها منه قبل سنوات، حيث اتهمته بأن ابتعاده عنها سبب فشلها. وفي التفاصيل، علقت أصالة على تغريدة للإعلامي الخليجي راجح الحارثي حيث كتب فيها: اللي يستقر عاطفيا يبدأ قصة نجاحه، لاحظت هذا يوم شفت حياة ناجحين كثر، تتفقون؟ وأعادت أصالة نشر التغريدة وكتبت في تعليق عليها: لازم أتفق معك. هذا الرد سبب بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن في تعليق أصالة رسالة واضحة لطليقها طارق العريان، مفادها أنه كان ناجحا أكثر حينما كان مستقر عاطفيا معها، وهذا النجاح لم يدم بعد أن انفصلت عنه واختار الأخير الارتباط بعارضة الأزياء نيكول سعفان. وذكرها أحد المتابعين بزواجاتها السابقة، إذ كتب في تعليق: ما خص يا أصالة، نجاحك عمره ما كان مرتبط بالاستقرار العاطفي، وخير دليل زواجاتك السابقة. في حين اتفق معها عدد من المتابعين، وجاء في بعض التعليقات: نجاحك هو تفوق شخصي بموهبتك، إضافة لأن الاستقرار العاطفي زادك عطاء وتفوق، أنت من يوم يومك ناجحة ومتفوقة، الله يديم محبتكم. وفي المقابل، هاجمها البعض مشيرين إلى أنه من الأنانية الانجرار وراء العواطف مع التقدم في السن في ظل وجود أولاد هم الأكثر حاجة إليها. وجاء في أحد التعليقات: بعد سن 50 وأبناء كبار وأطفال، المشي وراء العواطف وترك الأبناء هو قمة الأنانية، بتخلفوا ليه من الأول؟ طالما بتربطوا تربيتهم بوجود حد معاكم، فإذا انفصلتم تركتموهم لمن يربيهم. ومن جهة أخرى، كشفت أصالة نصري عبر صفحتها على تويتر عن مشاركتها مع أهم نجوم العرب في ليلة صوت الأرض المخصصة لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، وكتبت الفنانة السورية: كل حماس واشتياق لهذه الليلة اللي فيها كل فنان بيتجرد من نفسه وبيتحول لجزء من لوحة بتحكي قصة فنان هو جزء من وطن، رغم رحيله لم يغب، يشرفني أن أغني في ليلة صوت الأرض، وكل امتنان لدعوتك الكريمة غالينا البطل أبو ناصر.